سولتيني اختي العزيزه، قلتي لي واش ما كيضركش كلام الناس؟ والله ما كيضرني كلام الناس. علاش؟ ثقه النفس، ثقه النفس كتلعب واحد الدور كبير. الا دواو فيك ما كيهمكش. واش عمرك شفتي شي شجره ما كتعطي والو وواقفه وكيمشيو يضربوها؟ لا، الشجره المثمره كتاكل العصاق دائما. ما يهمكش الا دواو فيك الناس، ما يهمكش حبيبتي الا وقعت لك شي ازمه في حياتك. غادي نعطيك واحد النصيحه، نوضي وقفي وجمعي الوقفه وتكلي على الله سبحانه وتعالى وزيدي القدام. الا وقعت لك شي صحابه في حياتك، شي عاصفه جاتك في حياتك، خرجتي من الخدمه وقع مشكل ديال السكنه، وقع مشكل في الوليدات، والله العظيم الى صحابه السونامي غادي يجي وغادي يزعزعك، ويا اما تدمري يا اما تخلي ديك الصحابه.